اجا وقتها ولا لسه يا ابو حمدي؟ شو هي اللي اجا وقتها ولا لسه؟ ارضي يا ابو حمدي، ارضي ارضي، بدي اخذها. خذها مين مانعك؟ بس ادفع اللي عليك الاول. حق السجرات يعني؟ اهلك ما نسيت. ايه مالي نسيان. بري عليك، حق ولا مو حق؟ طيب شو رايك اذا قلت لك اني ما راح ادفع لك ملي، وارضي بدي اخذها غصبا عنك؟ بتسرج لك وبحملك ياها اذا بتفوت على الارض قبل ما تدفع 1000 ليرة ذهب حق الشجرات اللي زرعته. ايه مو على كيفك. لا على كيفي وعلى برائي. خلينا نشوف على كيف مين يا ابو حمدي، خلينا نشوف.